وللحديث أكثر حول سعر الصرف والسوق وأيضاً أسعار المواد ينضم معنا مراسلنا من واسط محمد الإمارة. حياك الله محمد، حدثنا أكثر حول أسعار صرف الدولار اليوم بعد أن شهد انخفاضاً طفيفاً وتأثره أيضاً بتذبذب سعر الصرف. نعم زميلتي العزيز، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة دجلة الكرام. بصراحة نحن نقف الآن في أكبر أسواق مدينة الكوت، سوق الشيشان، هذا كما يسمونه سوق الفقراء، سوق الكسبة. يعني بصراحة الآن تبدو الصورة واضحة خلفي، الأسواق تبدو خالية ليس كعادتها. بصراحة الكل تأثر بارتفاع سعر الدولار، الكسبة والموظفين وكل طبقات الشعب العراقي تأثرت، وقد لا تختلف الصورة في محافظة واسط عن بقية المحافظة. بصراحة المواطنين يعني حين علموا ان قناة دجلة والان انا في بتغطية مباشرة للحديث عن اسعار صرف الدولار، المواطنين طلبوا الحديث الان بجنب احد المواطنين، يعني بصراحة وقف ليتحدث عن ارتفاع سعر الدولار. حدثنا اليوم عن ارتفاع سعر الدولار، اثر بالاسواق، شلون شفت الاسواق الاسعار؟ بصراحة انا شفت علاقة المسواق، انت جاي المسواق الان. والله اولا بسم الله الرحمن الرحيم، أقول أنه يعني بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة لهذا البلد وبسبب الأحزاب المتسلطة، وأقول هنا وأشدد على هذا الكلام، الأحزاب المتسلطة التي تسلطت بعد عام 2003 على رقاب الشعب العراقي، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد في الأسواق. أنا هسه كنت يم تاجر كبير، والله العظيم المحل ماله صاحب جمله حلويات زين موجود قريب هنا، اهل الكوت كلهم يعرفون جامع حج عبود وين صاير، هناك اكو محلات مال جمله. هذا ابو المحل حلف، يعني حلف زين، قسم يمين عظيم، قال اني تاجر بضاعه عندي بالمحل بمليارات، لحد الان بايع ب 25,000. هاي ال 25,000 انا لمن انطيها؟ يقول لي وانا البارحه كنت بالشارجة سوق، عفوا سوق جميله الرئيسي، سوق جميله الرئيسي اللي هو العراق كله يعرف شنو سوق جميله وشنو ثقل هذا السوق. يقول عباره عن يعني منطقه مهجوره، اصبحت منطقه مهجوره، لا ياتيها تجار المحافظات من وراء صعود الدولار. زين صعود الدولار الذي اللي ما نعرف احنا، يعني كانت ارتفاع سعر الدولار لم يؤثر على الكسب والناس البسطاء، على الكل جميع. اثر على كل الطبقات وبما فيها طبقات الناس تحت خط الفقر، طبعا العامل البسيط. انا كنت يم معمل مال حلويات، والله العظيم قلت له ليش صعدتوا الحلويات؟ قال انت شنو ما تعرف مثلا هذه الاسعار انه صعدت بسبب الدولار؟ قال لي خلي ازيدك من الشعر بيت، انه عندنا عمال يوميتهم 10,000 دينار وفاتحين عوائل، هسه ما يخالف امنتوا بالله 10,000 دينار او 15,000 عامل يشتغل معمل حلويات، يقول قعدناهم هذول العمال. نعم احنا محمد. لانه هذول العمال يعني زين. ممنون ممنون ممنون، السلام عليكم حتى نسمع اكثر. نعم محمد، اصحاب محلات الان اشوفكم، ولكن ولكن باختصار محمد تاثيره على مصدر ارزاق شغله الدولار، يعني اثر على طبقه الفقراء وكل المجتمع، على كل المجتمع طب يعني اثر سعر الدولار وسببها الحكومه. سبب الحكومه اليوم سبب هذا رفع الدولار. شكرا جزيلا لك محمد الإمارة، نظرا لضيق الوقت محمد الإمارة كنت معنا من واسط، شكرا جزيلا لك.